فرنسا كلاتك هذول وهلا غالب أه؟ على غالب طلع علينا اخويا طلع علينا خلينا نذكروا الايامات نتاع قبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محمد الجماهير التونسيه تسال وينه محمد مادي يعني فما اجيال ممكن جيلي انا تربى على ابداعات محمد مادي من بعد ما لقيناكش يعني دي الناس كل تسال وينه محمد مادي شو يعمل محمد مادي حاليا والله يا محمد مادي سافر معناها مشيت لفرنسا معناها بحكم لعبت مع نادي فرنسية دونك لعبت مع نادي في تومبلي ان فرنسا لعبت في وسام بوسنينة ولعبت في ميشارات ماريتيم دونك سانت وبحكم مرتي تعيش في فرنسا عند كل شيء دونك قعدت هنا معنا دونك هذاك علاش بعدت شوية على بعدت على تونس ونجي كان معنا جيست في لي فاكونس دونك ولادي يقراوا زاد هنا وكل شيء ما لازمش نخلي سخاري هنا هذاك علاش ماكش في تواصل مع جامعة التونسية لكرة اليد مع الملاعبية زملائك كيما رياض مثلا والله رياض قبلته مرة قبلته زاد كلمنا بالتليفون كلم زاد محسن مات اللي توا مع ليكيب ناسيونال دار لي علموها عرفت مشيت تفرجت على ماتش تونس والمغرب الماتش اللي كان اللي في رد هبطت سلمت على الاولاد الكل فهمتني وزدت قابلت المسؤولين زاد الكل سلمت عليهم من فوق معهم جهاد عزيز وبرشا عارفين فما جماعه نعرفهم فما جماعه نعرفهمش تبدلوا عليك تبدلوا علي وزدت نسيت لساني بحكم بعضي عارفين هذاك علي حاليا ندرب انت محمد والله ندرب في جمعيه بحريه في نونتيغ عندي سينيور في مي سي با معناها ما نلعبش في النيفو عالي دونك بحكم زاد خدمتي واحد كل شيء ما نجمش كما يعرف رياض حاسيلو يعرف كل زونتونير معناها اذا باش تاخذ ان كروند ايكيب يلزمك تي ساكريفي معناها لازمك طول تون افيك او معناها ديما موجود معاهم حاسيلو محمد دونك هذاك علاش وي محمد انت فزت باللقب الافريقي مرتين 94 و98 حكينا على ذكرياتك في بطولة افريقيا لي مومون هكا فور من كاريرك في البطولات الافريقية والله لي مومون فور غاسيلو هو الفينال ما فماش هذا اكثر من انا هو الفينال لي مومون فور الفينال تاع 94 في تونس معناها بعد قداش 11 سنه ديجا كان هكا ما خلصتيش على سبيل الذاكره هكا ولا رياض بعد 11 سنه ولا من 81 من 81 عاودنا رجعنا بطوله افريقيا 94 معناها من اكثر الاكثر ذكريات وزيد فينال معناها فينال صعيب بالنسبه لنا احنا خاطر التضحيات اللي عملناها الكل والاستاجات والديبلاسمونات ساعة ما نروحوش جملة معناها فهمني وزيد في تونس وبعد 13 سنة معناها ما زيناش كوب دافريك معناها مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة ولازمك تبدا تكون معناها على المستوى معناها مستوى ليفينمون وكل شيء معناها هذاك نتذكر أكثر حاجة عرفتو وسيرتو الببليك اللي جاء ويذكر معايا رياض فما دي كما نقولوا فما برشا من الجمهور عرفتو في الوحدات نتاع البروجيكتور نتاع الضوء عرفتو الناس تتفرج من فوق معناها حاجه كبيره برشا عرفتو نحن كي دخلنا للصاله عرفتو اخشي كومبلي كوا دونك فما ضغط فما ضغط نفسي كل شيء عرفتو دونك من اقوى الكوب دافريك اللي لعبت معاه نورمالمون باش يكونوا نفس الظروف غدوه في قاعه رادس رغم انه قاعه رادس يعني تهز اكثر من القبه وقتها رادس 12000 يهز القبه 5000 الماكس نتاعها طاقه الاستيعاب احكي لنا شويه على رياض عندك شي انكدوت هكا على رياض كان معك في الشومبر احكي لنا حاجه على رياض
والله ريال برشا حاجات برشا حاجات برشا حاجات حاجات تحكي في اللونتين برشا حاجات والله فما جيست حاجه بركة عسيل وقت اللي كنا عسيلو يذكر ريال بالكدا وقت اللي كنا عسيلو في لي جيز اولمبيك في سيدني عسيلو ومرته عسيلو ليون سانت ورياض معنا في ستاج فهمني معناها يخمم عسيلو يخمم برشا على مرته وعسيلو اليون سانت يخلط ما يخلطش دونك على البيبي دونك عندنا ايامات عسيلو يذكرها ريال بالسيارة وفي استراليا يعني 25 ساعة فول ولا أكثر في سيدني معناها من أقوى الحاجات عسيلو كله رياض بقد ربي عسيلو بقد ربي كان سهل عسيلو مسهلة ويعطوا تخلط عسيلو ما تخمم على حد شيء عسيلو في الاخر خلطت ولا رياض وفي الاخر عسيلو لعنا ورياض عسيلو ديما نخموا خاطر كانت معنا جينيراسيون القديمة عسيلو عدنان وعفيف ومعنا جوارات كبار وبعد زيد بقلنا عسيلو مع الجينيراسيون صغيرة عصام تاج وسام حمام دونك ولينا نحن اكثر ناثروا عسيلو في الجماعه اللي معنا دونك نبداو انا ورياض في لي شامبر معناها نبداو نحكيو على لي بوست وعلى لي جوار اكثر حاجتنا عسيلو كونسنتراسيون على لي جوار اللي معنا لي جون كيفاش ناثروهم كيفاش ندخلوهم في الجو معنا لي ماتشات الصعاب كيفاش نتعاملوا معاهم وكل شيء معناها بحكم نحن اكبر ما اقدم منهم في الاكسبيريونس دونك ديما نحاولوا نوجههم. محمد اكيد تفرجت في المنتخب الحالي شنو رايك في الباركور بتاع المنتخب لحد الان في الكان؟ والله الباركور بتاع الاولاد معناها باركور هاي برشا معناها لا بروف يفون جوي الفينال. ظهر لي انا على حسب رايي معناها ما فماش معناها روندمون في الكوب دافريك كبير برشا فما كيما نعرف النيفو ماهوش عالي يعني النيفو مش عالي برشا الاولاد نتاعنا عاصلوا تبركل عليهم دونك حاضرين على كل المستويات يلزم شويه في الفينال عاصلوا يبداوا معناها ديكيليبر من لاغيير غوش لاغيير دروا يلزم يخصموا ليفور نتاعهم على الماتش الكل والفينال بطبيعة الحال معناها ديما يشوفوا حاسينو في الخمسة دقائق الأخرانيين عارفين دونك يحاولوا أكثر كونسنتراسيون على لي سانك دغنيغ مينيت هذوك من البليز امبوغتون عارفينو في الماتش الكل هذوك من البليز امبوغتون كوا وقت تجي حذينا ان شاء الله لهنا ساعة محمد والله ديما نروح في الصيف انا عندي روحت دغنيغمون اللي فات بنوال مشيت معناها جيت بخصوصي على امي حاسين واحد كل شيء مريضه شويه دونك ان شاء الله لاباس لطف عليك يعيش ومعناها استغليت الفرصه حاسين مشيت تفرجت على الماتش الامريكان كونتر المغرب دونك ونعبد كان في الصيف معناها ما عنديش حتى فاكونس قبل دونك كان الموجود شكرا لك محمد وتمنى لك الحظ في مسيرتك كمدرب وان شاء الله تشرفنا بحضورك لهنا قريبا وتكون علاش لا تكون مدرب لهنا في تونس مدرب وطني او على مستوى الانديه ميرسي محمد وان شاء الله غدوه نجم شويه نعلق على الكلمه صغيره بلي تفضل عايش ديجا نحيي الاولاد حصلوا على الفينال اللي وصلوه وان شاء الله بالتوفيق حصلوا لجوالاتنا والشعب التونسي الكل ونسلم على عزيز اخويا رياض برشا نقول ان شاء الله نتقابلوا حصلوا على قريب عايشك محمد ان شاء الله والله نزيد حصلوا حصلوا على وفاه ام مروان بن الحاج وحبيبي ياقوت زاد ما حضرتلوش على الله نتاعو الله يرحمه نعم وان شاء الله عسلو بالتوفيق للناس الكل شكرا لك محمد مادي وبالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله غدوه الستة ضد مصر نهائي كاس افريقيا للامم الدوره 24 النهائي رقم 18 في تاريخ
كرة اليد التونسية. فاصل صغير وراجعين. معكم حتى للخمسة متاع العشاء، مازلنا نحكيو هونت حتى للأربعة غدوة نهائي الستة ضد مصر. البارح طارق صارت يعني لخبطة في خروج المنتخب الوطني التونسي من الأوتيل وطريقه حتى كشي للرادس، يعني من حمامات الرادس. المنتخب الوطني التونسي ما لقاش قوات الأمن اللي زمها ترافقه، ما كانش اسكورتي من الخروج حتى كشي للحمامات، يعني طريق الحزامية كان مسكر ووحلوا في الحمامات يعني تقريبا أكثر من نص ساعة، فوضى عارمة. يعني رغم أن المنتخب والجامعة أبلغوا السلطات المعنية الكل من قوات الأمن للناس الكل المعنية، وتعطل برشا المنتخب وصل لروتار يا محمد. مش معقول يعني المنتخب في مهمة وطنية نصف نهائي كان يوصل لروتار ضد أنغولا، تقريبا أكثر من نص ساعة وصل روتار المنتخب. تأثر هذه على أكيد على الجوانب المعنوية. أنا هاني باش نحكي للبطارية قسمة إن شاء الله نوصل المعلومة. بون نلقاو العذار نحن العباد اللي صارت هذه، لكن ما صارت مع حد يا طارق، ما صارتش الوفود الكل للوفود نتاع الفرق المشاركة ليزاربيتر. تصور أنت تشارك في كرة القدم هذايا؟ لا ما تصيرش. ان شاء الله نتفاداوها في الفينال، خاطر دور النهائي تلعب على جوانب نفسيه معنويه كما هكا. لكن انا حبيت نسال الرياض، ما نكونش احنا ركزنا اكثر على مدى جاهزيه المنتخب المصري حتى في الحديث نتاع المحللين، وما عملناش بينون اسكا انه منتخبنا في افضل جاهزيته تقريبا بعد خمسه ماتشات اللي تلعبوا ولا غداش في الكان هذيا. بقينا نركزوا اكثر على مصر نقراوا فيها من الطور الاول، وما حكيناش على منتخبنا لانه في افضل جاهزيته ولا كيف تشوف. وفما وسيم هلال كان يبي يجاوب جماعة الفات مكرم هيكل مجنم وقت قال حاجتنا بجارديان كبير. ايفكتيفمون وسيم تبارك الله عاد وسيم صاحب هيكل راهو برشا راهو لا لا جاوبوا معناتها لا مش نعمل في مشكله انا جاوبوا على التيران جاوبوا على التيران. مارتين بلاير اوف ذا ماتش وسيم. حبيت نشوف بالنسبه للمنتخب التونسي، شوف احنا تلمو مركزين على الاولاد تاعنا خاطر نعرفوا لي كاليتي فيزيك تكنيك وتكتيك دو نو زاتليت. مون افي انا البارح فرحت برشا كي شفت محمد السوسي، اللي شفنا محمد السوسي اللي يلزمنا نشوفوه في الدور الاول. شفنا محمد السوسي يدافع الهجوم، الكرات ماهيش ماشيه معاه، يتاثر معنويا خاطر هو مازال ما لقاش لي روبير نتاعو. مش قاعد يلعب برشا في مونبولي، مش يلعب، قاعد يلعب برشا، هذا اثر عليه. مش يلعب برشا في الاتاك، قاعد يلعب برشا اون نيفو دو لا ديفونس. مصباح صانع لا ميم شوز. البارح انا بكل صراحه فرحت برشا خاطر ولا كي يدخل محمد السوسي ونيفو دو لاتاك ساعه باش يعطي اريحيه حتى للاطار الفني. علاش؟ خاطر محمد السوسي يلعب ديفونس واتاك، وكي يهبط كمال العلويني يولي فما اشكال صغير، يولي بدل مع خالد الحجوس يولي عندنا تغيير. وبالتالي اعتقد اللي البارح شفنا الملاعبيه جاهزيه كبيره برشا الملاعبيه نتاعنا. سور لو بلان تكتيك لا ميم شوز. انا نتصور حتى كونتر مصر ما وريناش برشا حاجات راه سور لو بلان تكتيك. نتصور غدا باش نشوفوا برشا. البارح وري خرجنا يخبي توني جيرونا، يخبي حسب في طريقه الدفاع رياض ظاهر انه يخبي طريقه الدفاع. البارح ظهرت معناها غدا انا ما عندي انا بروبليم او نيفو دو سيكتور سنترال. البارح ظهر قوي برشا لو سيكتور سنترال تاعنا. مصر علاش نقول مصر؟ احنا قعدنا عايشين على مصر رانا في الفترة الأخرى كيفاش هي قاعدة ليفوليسيون تاعها وماشية.